السلام عليكم مشاهدينا ومتتبعي قناة احترف العود، مرحبا بكم في هذا الفيديو الذي سوف نوضح فيه طريقة وضع الأوتار بشكل صحيح على العود. يعني أول شيء نأخذ العود، يعني يكون بدون أوتار، وسوف نضع عليه أوتار، وسوف نستعمل العود خلال مدة قصيرة جدا. نأخذ الوتر، وكما تشاهدون عندي عود، هنا تكون الأوتار لأن هذا عود متحرك الفرصة. عندما تكون الأوتار وتكون هذه الفرصة بهذا الشكل تحت الأوتار، يعني عود متحرك الفرصة، ولكن نفس الشيء مع جميع الأعواد. كما تلاحظون عندي 7 أماكن للأوتار، 1 2 3 4 5 6 7، هذا العود فيه 7 أماكن للأوتار. إذا سوف نستغني عن هذا الأول ونضع، لأن هذا مكان الوتر الشرارة لن نستخدمه، سنستخدم الوتر الأول ضوء. نقوم بوضع الوتر بهذا الشكل من تحت، بهذا الشكل، ونمسك الوتر هكذا ونأتي إلى هنا ونقوم بهذه الحركة. هكذا يكون يلتوي أو يلتف على الوتر بهذا الشكل. نضع واحدة، الثانية، وحتى الثالثة حتى يكون ثابت ولا مجال لأن يكون يتحرك، ونكون مسكنا الوتر بهذا الشكل. وبعدها نذهب إلى المفتاح الذي يخص هذا الوتر. كما قلت لكم أنا عندي 7 من المفاتيح، سنستغني عن الاثنين ونبدأ من هنا. نقوم بعملية بسيطة هنا في رأس الوتر، نقوم بهكذا حتى يكون ثابت. عندما يكون في ثقب المفتاح لا يعطي أي مشكل. نقوم بهذا الأمر، نرى الثقب هنا، نضع الوتر ويلتف، ونقوم بمسك هكذا حتى يكون ثابت. هذا صوت الخشب، يعني يكون غالبا ما يكون. وهكذا وضعنا الوتر الأول في مكانه. بهذا الشكل. ونذهب إلى الوتر الثاني، يعني الذي يكون أيضا اسمه ضوء. نفس العملية، ونسحب هكذا ونضع، يكون الوتر بهذا الشكل، ونضع الأولى، الثانية، ونضع الثالثة أيضا حتى يكون في مكانه، ونقوم بتثبيته هكذا. ونذهب إلى المفتاح الخاص به بهذا الشكل، ونقوم بالحركة التي قلت لكم مهمة حتى تكون الأوتار ثابتة دون مشاكل. ونذهب إلى الوتر هذا، نضع فيه الوتر بهذا الشكل ويلتف. وهكذا حتى ثبتنا الوتر ضوء
سريعا ما أصبح في مكانه، ولم نجد أي مشكل في تثبيت الأوتار. كما تلاحظون هنا أيضا في المفاتيح بطريقة ممتازة جدا. هكذا ينطبق على جميع الأوتار حتى تكون في مكانها، ونلتقي بعد ما ننتهي من تركيب الأوتار بهذا الشكل. وبهكذا نكون قد وضعنا الأوتار بشكل ممتاز جدا على العود كما تلاحظون. الآن فقط أحتاج للدوزان، وطريقة الدوزان أيضا تكون سهلة. إذا ونضع الفرسة، نلاحظ بأن هنا لدينا فتحتين وفتحتين، وفي الأخير نزيد فتحة، إذا سيكون بهذا الشكل لأن لدينا وتر واحد في الأخير، يبقى لدينا وتر واحد. ونضع الأوتار فوق الفرسة، إذا بهذا الشكل. وتلاحظون مكان الوتر الشرارة، يبقى حتى يعني أضعه وقت ما أريد.